عنصر عدم اليقين بروفيسور ناجي رافق الكثير من اللقاحات، هل كان هذا عدم اليقين والتشكيك عنصرا إيجابيا أم بالعكس؟ هو منذ البداية فاش بان هذا الفيروس وكانت واحد المواكبة ديال التشكيك وديال نقولوا إعطاء واحد الصورة معاكسة للحقيقة، فما نقولوش لأنه هذا التشكيك إلا واش تضيع لنا الوقت وتضيع لنا الفرص وتضيع لنا الإمكانيات، لأنه راه لا حل للقضاء على الفيروس من غير نقدر نقول ثلاثة الحاجات. الأول واللي هو خصوصي هو اللقاح، ثم اللقاح، لأنه اللقاح هو اللي يمكن يجعل هذا الفيروس نصدوه. والعملية الثانية كيف جاو الإخوان، هذه المواد اللي تتسمى مضادات ضد الفيروسات اللي تتسمى لي زونتي فيرو، فإلى حد الآن ما كاينش شي مضاد ضد هذا الفيروس اللي هو خاص لهذا الفيروس ديال الكوفيد، كلهم مضادات ضد ميكروبات أخرى واللي بينت نجاعة واللي حدات من انتشار ديال هذا الفيروس. واللي خصنا نعرفوا الأخت جوهرة بأنه هذه المضادات اللي تنهضروا عليها هي مكلفة، تكلف ملايين الدولارات، وزيادة على هكا راه على 10,000 يعني دواء واحد اللي تيوقعوا ليه ابحاث واحد اللي تيوصل من هذوك 10,000. اذا راه ماشي عمليه سهله، حيت تنجيو تنقولوا كاين عندنا هذا المضاد ماشي سهل، ولكن راه ما تنساعدوش راسنا بهذا التشكيك وبهذا يعني لانه كون غير كاين شي واحد الحاله اللي تيستافدوا منها المواطنين نقدروا نقولوا مرحبا، ولكن راه تحت ما تيستافد، راه بالعكس راه يعني الناس تضر بهذاك التشكيك. وشكرا.